صحبان تاني يا صحبان. ترى لسه مكاني موجود في اماكن زي الناس بتعجز وتشيخ وتموت وتتبدل. انا خسرت اغلى الاحباب، تهان ونظام الملك. انا هنا كنت عمر الخيام اللي مليان شغف. هنا خسرت حمامي ولفتي وزبايني. ياه ايام. عايزين حياه جديده يا صهوان، عايزين حياه نطفي فيها شوق القلب، لان العمر زي السحاب بيمر بسرعه. ايوه يعني نعمل ايه يعني؟ ندور على اللحظه يا عم، ندور على لقمه ناكلها الاول. يلا يلا. قولي ازاي قدرتوا تهربوا من زمايلكم؟ كنا مستنيين اللحظه المناسبه، وحتى لو الجيش السلجوقي ما كانش انسحب وحصل قتال، كنا في المعركه هنقتل اكبر عدد منهم لحد ما ننصر سيدنا. تعرفوا سيدنا؟ احنا هاجمنا القلعه قبل كده لما كنا وسط جيش الظلمه، وانتوا سامحتونا، وده نور بصيرتنا. حلم كل شاب قلبه سليم ان هو يكون معاه. كلام سهل، مش يمكن كدابين؟ يا ريتنا كنا كدابين، ما كانوش كشفوا امرنا ولا حاولوا انهم يقتلونا. كشفوكوا ازاي؟ طعنا قائد داوود، قائد جيشهم. كنا فاكرينه مات لكنه خرج وصرخ في الجنود وطردونا. تعالجوا وارتاحوا، الحكم فيكوا لازم يجي من سيدنا. في انتظار سيدنا. ثلاث شباب مؤمنين هربانين من الجيش السلجوقي. لا، من قتلهم يا سيدنا؟ انا اعرف واحد منهم، واحد منهم يحيى بن سعيد المؤذن اللي انا قتلته هو ومراته في اصفهان. المؤذن كده اصبحت لهم ضروره. مين قال نقتل شباب مؤمن بدعوتنا؟ القلعة كهف المظلومين. أهلا بيهم طبعا. أهلا بمين؟ ده ابن المؤذن، يعني داخل القلعة طالب طار. نشوف الأول، يمكن الابن غير أبوه، ويمكن مؤمن مخلص. وبعدين هم خلاص دخلوا قلعة ألموت، يعني دخلوا بيت الاختبار وبقوا تحت إيدينا. يعني يبقوا ضمن شباب المؤمنين عادي؟ تحت عينينا، خصوصا يحيى اللي قدر يعمل اللي ما عملوش نظام الملك والسلطان. انت بتقول ايه بس يا سيد؟ اثبت اثبت يا ابن ساحور، برزك ما تخليش عين يحيى تيجي في عين ابن ساحور. اسمعوني كويس، البنت اللي حيتم اختيارها للشاب المختار في حلم الجنة مش عايزة ألمح أي لحظة حزن في أي ركن من أركان عينيها خالص. مش عايزة أشوف إلا الفرحة والابتسامة الرقيقة، وجسمها لازم يكون على حسب خيال المختار، يعني قبل ما يتحرك أو حتى ينطق لازم تكون هي اللي على مزاجه. انتوا آخر ذكرى في حياة المختار، أحلى ذكرى وأرق ذكرى، الذكرى اللي لازم تمحي كل ذكرياته وتخليه مستعد يموت ألف مرة عشان يرجع لها تاني. الحساب عن الحزن اللي في العيون هيكون عسير جدا، عشان انتو حلم مش حقيقة. الحزن والخوف والتردد والحيرة والارتباك هيخلوا المختار يحس انك مش حلم، وإنك مجرد بنت عادية مش حورية. وده لو حصل مش هيبقى فيه توبيخ أو عتاب أو عقاب للبنت اللي هتخلي المختار يصحى من حلم الجنة وهو متضايق إلا القتل. وإنتوا عارفين
اني ما بهددش، عايزاكوا تفتكروا كديار. اللي خايفة على روحها وعايزة تفضل حرية هي عارفة تماما هتعمل ايه. عشان ألينار مش هتعيد الكلام ولا النصيحة تاني، فاهمين؟ اجهزوا كويس، الفجر واحدة منكم هيكون عليها الدور في حلم الجنة. أنا حاسة إن الكلام عليكي، خدي بالك. المفروض أعمل إيه؟ عيشي يا نورهان، أو حاولي إنك تعيشي.